بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. عزيزتي الأم والأب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية تعليم أطفالنا مهارات للاعتماد على أنفسهم وللاستقلالية موضوع غير قابل للاختيار، الأخذ أو الترك. واجبنا تجاههم أن نعلمهم الاستقلالية حتى نطمئن عليهم. ولدينا فرصة الآن، خاصة مع موضوع تعلمهم عن بعد وإنجازهم لأداء بعض المهام الدراسية بأنفسهم. نتشارك اليوم سويا بعض النقاط التي تدعم الأبناء وهم في المنزل يتعلمون عن بعد. لائحة سريعة وقابلة للزيادة. رقم 1، ننظم المنح. مثلا أعطينا الطفل الجوال للاستراحة، مو للتعلم عن بعد، ليتواصل مع أصدقائه أو للترفيه، نفعل ذلك ولكن ننظمه بطريقة ما، ونشكر له جلوسه مع أخيه الأصغر منه سناً أو تواجده معنا، لنحمسهم أكثر للابتعاد عن اللاسلكيات قدر الإمكان. رقم 2، النوم بسعادة. فقرة النوم هامة جداً جداً جداً، ولو كان اليوم مليء بالمهام والواجبات الاجتماعية والمقاضي وحتى المشاحنات التي قد تحدث في العائلة، فقرة النوم أنها تكون هادئة وحانية على الطفل مهمة جداً لإرساله بسعادة حتى يستيقظ في اليوم الثاني وهو مستعد. في المساء نتأكد من إشارة الواي فاي، إذا كان في أي مشاكل نتواصل مع شركة الاتصال، لأن ذلك سيجنب أبنائنا الارتباك في فقرة الصباحية، في فقرة التسجيل في فصولهم الافتراضية. الاستيقاظ المبكر لا يقتصر على الطفل وحده كأنه معاقب أو ضحية. الأم باستطاعتها إدخال الشمس إلى المنزل، يستيقظ الأب والإخوة والعائلة. الروتين الصحي مع الحمية مع الرياضة كلها أسباب تبني المناعة، ونحن أكثر حاجة من أبنائنا لأن نبني مناعتنا، خاصة في ظرف الكورونا. وجبة الإفطار الشهية مع العائلة تحفر في الذاكرة لدى الأطفال ولدينا، وتشحن طاقاتهم ليزيد استيعابهم خلال الدرس. رائحة المنزل، البخور اللطيف، رائحة الخبز، البانكيك، التميس، تشجعهم. الدعاء لهم والاستبشار بهم والابتسامة التي تشعر الطفل بأننا واثقين فيه ومتأملين ومستبشرين تزيد من ثقتهم بأنفسهم واستبشارهم. مدحهم الغير مباشر والمباشر كذلك يصنع الفوارق، وللحديث بقية.